وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كأنك في القدس، واليوم رح نكون معكم في حلقة مميزة. احنا حاليا في الباص المتوجه لحاجز قلنديا لنقل الزوار والمصلين المتوجهين في يوم الجمعة لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، خليكم معنا. رغم من أنه قوات الاحتلال صباح اليوم ألقت قنابل الغاز على المتوافدين والمتوجهين للمسجد الأقصى المبارك عند حاجز قلنديا، إلا أنه الأعداد هائلة اللي لقيناها على حاجز قلنديا، وإحنا حاليا الباص قام بتحميل الركاب المتوجهين للمسجد الأقصى المبارك. خلينا نحكي معهم أكثر لحتى نعيش معهم الأجواء ونشوف شو مشاعرهم. يعطيكم العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفنا عن نفسك تحكي لنا من وين حضرتك؟ عدنان ذياب من سرع النباني رام الله. اهلا وسهلا فيك. طب انت اليوم يعني جاي ومتوجه للمسجد الاقصى، احكي لنا بالبدايه كيف مشاعرك وانت هيك جاي وقاطع اكيد حواجز؟ مشاعر لا توصف، لانه مش دائما الواحد بسهل يوصل للمسجد الاقصى الا في فتره رمضان يعني، وبرضه اجمع لانه في ناس كثير ما بيطلع لها تصريح، ممنوعين امنيا، فبيستغلوا يوم اجمع لانه بيكون في شويه تسهيلات. طيب هلا انت حتى توصل من رام الله لهون اكيد واجهت صعوبات، اكيد كان في حواجز، احكي لنا حتى توصل من رام الله للمسجد الاقصى كيف بتكون الطريق بالنسبه لك؟ والله الحمد لله، يعني اليوم من دول الايام كانت يعني مريحه شوي، ما في شيء يعني، طلعنا في سياره خاصه يعني ابني وصلني، ما كان في يعني ما كان الحمد لله. بس احنا بنعرف انه القوا قنابل الغاز على الصبح على المتوجهين للمسجد الاقصى. جيت متأخر أنا على حظك أنت جيت متأخر شوي، يعني قبل شوي ما شفت شيء بصراحة يعني. طيب احكي لنا، أكيد يعني القدس بتختلف أو المسجد الأقصى بتختلف أجواءه عن رام الله أو عن غيره من مدن فلسطين، كيف بتلاقي الأجواء بالقدس برمضان تحديدا؟ أجواء دينية يعني، كونه مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان ديني ومعبد للأديان الثلاث يعني المسيحية والإسلامية، بتيجي شعور ثاني يعني غير المدن الثانية يعني راهبة. تمام، أهلا وسهلا ونتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد في القدس. شكرا لك. طيب خلينا نحكي مع كمان حدا في الباص من المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى، يعطيكم العافية، كنا عم تبخير. أهلين الله يعافيك. ممكن تعرفين عن نفسك تحكينا من وين حضرتك؟ أنا أم رامي من كتان قضاء القدس. اهلا وسهلا فيك. طيب انت اليوم يعني طالعه في الباص اللي كان موجود في قلنديا ومتوجهه على وين؟ على القدس ان شاء الله، على الاقصى ان شاء الله. طيب احكي لي كيف الاجواء في المسجد الاقصى بتلاقيها هيك، خاصه انه ما بصح لكم تيجوا كل يوم او بصح لكم حتى تيجوا كل ما بصح لي انا على هوا العمر دائما. شو هاي الشروط؟ شو يعني هوا العمر؟ يعني فوق ال 50 نسوان يعني، بنيجي اي يوم بعد السبت يعني، مش بس في رمضان دائما بنيجي. طيب وكيف الأجواء بتحسيها في القدس؟ كيف؟ ما شاء الله والله بتجنن، والله ما شاء الله، ما تعرفي هذا الأضواء في هالليل وهالناس والسكب بكملان وعامرة، ما شاء الله إن شاء الله. طيب ما بتحسيها غلبة إنك بتقطعي هاي المسافة وأكيد في حواجز؟ أكيد غلبة، لأن على المعابر بدك تمشي من كلنديا لتعبري المعبر في هالشوب معلوم، في الرجعة برضو الباص بينزلنا على كلنديا بياخذناش لرام الله عشان نروح على بلدنا برضو، ولا ما لا فيها مشقة والله. طيب بالنسبة لقوات الاحتلال هلا أكيد بالطريق بتكونش الطريق كلها ميسرة وكلها هيك يعني مفروشة بالورود، احكي لي كيف بتكون يعني، ايش المعاناة اللي ممكن تعانوها بالطريق وانتم جايين، سواء حواجز سواء تشديدات عليكم؟ أكيد فيها صعوبات، بتعرفي لما يوقفونا على يفتشونا، وقفونا في الشوب تلاقينا يعني طوابير، بتعرفي يعني فيها صعوبات ولا مالها على الحق. بس الأقصى بستاهل يعني انه بستاهل. المعلوم احنا دائما بنيجي مش بس في رمضان، احنا بنحب نروح على الأقصى، ما بنترك الأقصى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب هاتي نحكي مع البنت، كيف حالك؟ عارفين عن حالك، قولي لنا من وين انت؟ انا اسمي ميار من قطنة. اهلا وسهلا يا ميار. ميار دائما انت بتيجي على الأقصى ولا هي اول مرة؟ لا دائما بتيجي على الأقصى برمضان وبدون رمضان ولا بس برمضان؟ لا في رمضان وبدون رمضان. يعني انت هيك ماخذه اجرك يعني رايحه جاي على الأقصى. طيب يلا اذا كثير بتروحي على الأقصى احكي لي شو اكثر شيء بتحبيه في القدس او اكثر شيء بتحبي تعمليه لما تكوني بالأقصى؟ نصلي وندعي وما اعرف
طيب ايش بتختلف القدس عن عندكم عن قطن؟ شو بيختلف؟ نفس يعني بتحسيهم هيك نفس الاشي الاجواء ولا لما تكوني رايحه على القدس تكوني هيك معجوقه ومبسوطه انك رايحه على اشي هيك غير عن عندكم؟ بكون ازمه وشوب تكون دنيا وغير يعني. طيب بس بتكون ازمه وشوب بس هيك جاي يعني ليش ما بتضلي بالدار عشان ازمه وشوب؟ ليش بتيجي مع انه ازمه وشوب بس بتيجي؟ ليش؟ بعرف يعني واضح انك بتحبي الاقصى صح؟ لا بحبها. بتحبيها؟ طيب شو بتعملي كمان قولي لي؟ شو بتروحي على القدس تعملي غير الصلاه؟ يعني ما عم تشتريش اشي زي كيف تشتريش العاب؟ بشتري. اي طيب احكي لي. بشتري العاب وبشتري اشي زاكي وهيك اشياء. طيب انت عندك اخوه واخوات؟ شو بتحكي؟ انا شايفتك اليوم جاي لحالك صح؟ بدونهم. مع امك قصدي بدون اخوتك واخواتك. طب بعد ما تروحي من الاقصى ومن القدس وتكوني هيك شاريه حاجات ومبسوطه شو بتخبري اخوتك واخواتك؟ شو بتحكي لهم عن الاقصى والقدس؟ ان كيفنا ومش ايوه هي بتغوظيهم هيك تعملي لهم كيفنا ومشرط لي العاب وهيك اشياء. طيب اكيد في بصفك انت في المدرسه بنات ما بيقدروا انهم يجوا على الاقصى ولا عمرهم زاروا الاقصى. طب لو سالوكي هيك انه احكي لنا عن الاقصى اكثر شو بتكوني تحكي لبنات صفك؟ أنا دائماً بروح على الأقصى وبسألهم من إذا أنتوا بتروحوا على الأقصى وبس. طيب شكراً لك. إيه؟ تحكينا عن الأقصى. تحكينا عن الأقصى. طيب أهلا وسهلا فيك حبيبتي وإن شاء الله تكونوا مستمتعين اليوم. أهلاً. السلام عليكم يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. ممكن تعرفونا عن نفسكم تحكينا منين انت؟ انا من منطقه نابلس الناقوره نابلس اسمي هاني عيسى عبد الفتاح ابو عبدون. اهلا. انت حاج من جبا؟ ايش اسم حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. طيب احكوا لنا انتوا اليوم جايين وطالعين بالبساط ومتوجهين للمسجد الاقصى المبارك احكي لنا عن مشاعرك وانت جاي بالطريق خاصه انه الطريق اكيد مجبوله في المشقه ومجبوله في كثير من التحديات احكي لنا اكثر عن هذه الرحله. الجمعه هذه طلعت ممتازه جدا جدا بالرغم انه الكل كان متشائم بسبب موجه الحر فتفاجئنا انه الطريق سهل جدا جدا لاسهل جمعه كانت في رمضان يعني في نظري انا كنت متردد في الجي على الصلاة بسبب موجة الحر فالأمانة إنها كانت جاية ممتعة جدا جدا وإن شاء الله إن كمان أخرى نستمتع في داخل الأقصى وتكون تكتمل فرحتنا بالصلاة وتكون الأمور هذه وإن شاء الله إن شاء الله. طيب حاج أنت كنت وقت ما رموا قنابل الغاز على المصلين ولا ما كنت في قانديا ولا ما لحقتهاش؟ لا أنا ما لحقتهاش. أنا عادة بطلع من البيت الساعة 9 بصل تقريبا على 11 إلا ثلث بقعد تقريبا حوالي ساعة ونص ساعة وثلث على. طيب لما انتم تكونوا في بيوتكم مثلا وتسمعوا الاخبار انه هلا عم بيرموا قوات الاحتلال قنابل الغاز او عم بيدافشوا في المصلين، هل هذا الشيء بمنعكم او بيردعكم انه تقوموا وتطلعوا وتتوجهوا للمسجد الاقصى؟ بالعكس هذا الشيء هو اللي بشجعنا ان نيجي على الصلاه لانه هم بيعملوا هذه الحركات مشان يمنعونا عن الصلاه، فاحنا لما اذا كان الواحد متردد في الطلعه فلما بيسمع اخبار زي هيك بتشجع انه يجي مشان انه يكسر الحواجز هذه. طيب احكي لي هلا اكيد بفرق اجواء القدس في رمضان اكيد بتفرق عن غيرها من المدن، احكي لي ايش اكثر شيء انت بلفت نظرك او اكثر شيء لما تيجي يوم الجمعه بتكون متشوق انك تشوفه؟ اول شيء انه بنحب نتعرف على اخواننا اللي هناك بنقعد حوالي سنه كامله تمنى نشوفهم فاحنا بننبسط في لما شملنا معاهم، اكثر شيء انه في قعدتنا معاهم مع خرافنا معاهم في نشوفهم في التداول في المبيعات يعني بنشوفهم انهم بيشعروا بشعورنا واحنا بنشعر بشعورهم، يعني الامانه انه بنكون مستمتعين معاهم جدا جدا. طيب عمو يعطيك العافيه ونتمنى انه اليوم يكون مثل ما بتتمنى واكثر، كن عام وانت بخير. وانت بخير والصحه والسلامه، ان شاء الله بنعاد على جميع المسلمين بالخير والسلامه. ان احكي لنا من وين حضرتك؟ يا عمري انا من نابلس. اهلا وسهلا فيك يا حي الله. طيب حجه يعني انت بتفصلك دقائق حتى توصلي المسجد الاقصى المبارك وتصلي فيه، احكي لي عن هاي المشاعر اكثر، شو مشاعر؟ شعور لا يوصف. شو احكي؟ ما في كلام يعبر عن مداخلي، شعر بدني كله كش، ما بقدر احكي. يا حبيبي طيب حجه انت كل قديش بتيجي على الاقصى؟ انا شبه يوم بعد يوم. ورغم هيك مشاعر لا توصف؟ مشاعر لا توصف، كل ما باجي بزيد حبي لها وتمسكي في زيارتها.
وانا بجيب جروب وبطلع يعني ما شاء الله. يعني انت اليوم مع مين جاي؟ انا معاي الجروب هذا، الباص كله معاي. ما احلى. طيب يعني انا رمضان غير رمضان، انا بحب اجي، بحب يعني القدس حياتي. طيب شو هالسر؟ ليش احكي لي شو بيميزها عن غيرها؟ شو بيميزها عن نابلس؟ مع ان نابلس بيقولوا حلوه. شعور لا يعني كلام، ما فيش بعده كلام اصلا. يعني طيب. قدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، اطهر بقعه واطهر ارض. تسأليني شو سؤال يعني؟ عن جد يعني شو هالسؤال هذا؟ يلا انا علي. الله يسعدك حجة، وان شاء الله الله يتقبل منك منا ومنكم الصيام. اهلا اهلا، شرفتينا. طيب متابعينا الكرام، احنا يعني تفصلنا دقائق معدوده حتى نصل للمسجد الاقصى المبارك، ومن هون احنا بننهي حلقتنا، وبنتمنى انه القدس اليوم تتزين بزوارها وتتزين بالمرابطين والمصلين اللي جايين حتى يرابطوا هون وحتى يزوروا هذه المدينه المقدسه. بنتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا، واستنونا في الحلقه القادمه.